كنت بس مشيت السوق دار أجيب الخضار، وياهو حصلت الضربة دي هناك، بس مسك 6 ركشة لقيت بس جاك كدار، بس جاري وجاري وجاري، بس لقيت لي بتاع الحافلة قلت له بس قدمني معاه، قال لي أنا خلاص أنسى الوقت واصله كدار يقرب. قال قلنا له شكرا خط الخير، كان احنا بنتين أنا وبيت واحدة برضه، هي كمان جارية بوراي شايلة قفلة. خلاص لما مشيت بس لقيت لك العيال دي قاعدين بس يتلموا في بتعماتهم هناك وقلنا بيوت. احنا والدي ده بس بيقول ماما فاتت السوق، ماما فاتت السوق، مين شافني بس حدا نقعد يبكي. قلت له خلاص ما تبكي، يعني كنا يعني حالتنا متدحورة مرة واحد، أي زول شاعل حمل التاني. أبونا بس كبوا وشلنا الولاد وجينا ماركين.